ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ربنا أدينا الدنيا حسنة في الدنيا آخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أرسل وأخاف مما وصل الراس بحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق غيره ولرباله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أقبل أمواتنا وارحمنا صلى الله عليه وسلم. الله خير يا عمان. الصلاة هي داخل معك. انت ما عندك ولا عندك شيخ. هذا كويس. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أولا أشكر لعمنا وجميع أعمامنا وأهلنا في هذه البلدة التي نحسبها بلدة طيبة على كريم استضافتهم لنا وحسن معاملتهم الطيبة الكريمة، وإضافة إلى ذلك أيضا مناقشتهم. حقيقة أنا عجبتني المناقشة جدا، مناقشة مبنية على الأدلة عشان الناس وأولادنا الصغار ذاته يتربوا على الصح شنو بالأدلة من الكتاب والسنة. ونشكر كذلك الشيخ شهاب عوض على كلماته الجميلة اللي ألقاها بالأدلة من الكتاب والسنة. أنا إن شاء الله عندي قصتين صغار كده دار أحكيهم. القصتين دي بس داركم تتأملوا معي فيهم أحكام بتحسم لنا مسائل فيها نزاع كثير جدا. القصة الأولى، سبب نزول آية التيمم. معروف عندنا كلنا أي زول متخصص في مجال العلم الشرعي أو عموم المسلمين يعرف إنه الإنسان إذا ما وجد الماء أو وجد الماء وعنده عذر من الأعذار بيعمل شنو؟ بيتيمم. دي مسألة متفق عليها. طيب الآية بتاعت التيمم دي سبب نزول شنو؟ في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام سافر سفرة من أسفاره. في السفرة سيدة عائشة فقدت لها عقد بتاعها، عقد كانت لابساه فقدته أم المؤمنين وهي أمنا جميعا رضي الله عنها وأرضاها البريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق. لما انفقدت العقد بتاعه بيقى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن العقد والصحابة كلهم معه يبحثوا عن العقد ومعهم السيدة عائشة، حتى جاءها ومضى يوم وليلة بفتش يوم كامل عن العقد. قالت فجاءني أبو بكر الصديق، حديث البخاري، قالت وجعل يطعنني في خاصرتي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ده أبوه بقى بيطعنها بيده في خاصرتها. ليه؟ قال أقمت برسول الله والناس وليسوا على ما، يعني قال لها أنت اللي قعدتينا، قعدت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المحل ده والمحل ما فيه مويه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء،
مويه ما عندهم. انت قال لا السبب قعدت، قالت ولا يمنعني من التحرك، الطعنه حرقاه ما قدرت تتحرك، قالت ولا يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم نايم على حجرها، نايم على حجرها كويس، وابو بكر الصديق بيتكلم معاه. طيب قالت فنزلت آية التيمم، الآية الطويلة، فتيمموا صعيدا طيبا. السبب أن نزلت ذو شنو؟ إنهم قعدوا في محل يوم وليلة ما في موية ولا عندهم موية. أها، وليه قعدوا يوم وليلة؟ ليه؟ بيفتشوا عن شنو؟ عن عقد بتاع السيدة عائشة ضاع منا. في النهاية قنعوا من العقد. قالت السيدة عائشة فلما أقمنا البعير، البعير اللي هي مفترض تركب عليه، لما نقومه قالت فوجدنا العقد تحت البعير. يا اخوانا تأملوا معي القصة دي، الفائدة فيها شنو؟ قدرنا نجيب عنها فوائد كثيرة، لكن من أهم الفوائد رسول الله يا اخوانا ده أعظم ولي ولا ما أعظم ولي؟ في ولي أعظم منه تاني في الدنيا كلها؟ الأنبياء في نبي أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما في. أعظم ولي، وده سيد الأولياء وسيد الأنبياء، ركز معاي، معاه والصحابة ديل أفضل ناس بعد الأنبياء وأفضل أولياء، ومنهم السيدة عائشة. الإمام الذهبي قال هي أعلم نساء الدنيا كلها، أعلم مرة رضي الله عنها وأرضاها، سيدة عائشة أعلم امرأة معهم. يا أخواننا دول كلهم أولياء وسادة، ومعهم نبي سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. العقد تحت البعير كلهم ما لقوا، إذن بيعلموا الغيب ولا ما بيعلموا؟ ما بيعلموا الغيب كلهم دول، إذن ما بيعلموا الغيب صح؟ تمام. من باب أولى يا أخواننا الناس اتحت منهم ولا ما من باب أولى؟ معقول نحن الليلة نحن في زمننا ده ولا في غير زمننا يجي زول داير له رتبة أعلى من ديل؟ في رتبة في الدين أعلى من ديل؟ ما في رتبة أعلى من ديل. هؤلاء لا يعلمون الغيب. شوف بالنص بالنص سورة الأنعام ربنا يقول قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الكلام ده الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قولوا للناس. أجي أنا تاني ولا زول غيري يقول النبي بيعلم الغيب؟ كيف؟ كيف يعلم الغيب؟ وربنا يقول له قول ولا أعلم الغيب. الموضوع ده محسوم من آخره. قبل واحد من السائلين لعله الشيخ ده جزاه الله خير ذكر نقطة مهمة اللي هي بتاعت آدم عليه السلام كويس؟ وده ننبه على لزيادة مهمة جدا. آدم عليه السلام ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها. يا أخوان ركزوا معي، ربنا لما يقول وعلم آدم، هل ممكن أن أقول آدم يعلم الغيب؟ ربنا يقول لك وعلم آدم، أقول بيعلم ولا أقول الله علمه؟ ما بقول بيعلم، الله علمه. في فرق بيناتنا ولا ما في فرق؟ فرق كبير كبير، فرق شاسع. هذا ما بيعلم براو، أديك دليل من نفس الآيات بس الصفحة ذاتها. أول آيات اللي بيتكلم عن قصة آدم في سورة الأعراف، ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبليس، إبليس في قصة إبليس وآدم، إبليس قال لآدم قال هل أدلك على شجرة شنو؟ الخلد وملك لا يبلى. قال له إبليس قال لآدم تعالوا كل من الشجرة دي، دي قال لي سيما شجرة الخلد. يا أخوانا لو آدم بيعلم الغيب بيأكل من الشجرة دي؟ أسألكم بالله كم بيأكل منها؟ إبليس سمى له شجرة الخلد، وهي في الحقيقة شنو؟ ها؟ كويس. آدم عليه السلام، آدم عليه السلام
طيب جزاك الله الله يجزيك بيقولون ان شاء الله. طيب يا اخواننا معلش نحن ان شاء الله بهداوة انا ان شاء الله اذكر ما عندي بكل هداوة. انا بتكلم عن ما قال الله وقال الرسول، ما تكلمت في زولنا يا عمنا جزاك الله خير. انا ما سألت زول عيد الآية تنم ولا تمام. طيب قال تبارك وتعالى عن آدم عليه السلام لما صلى الرسول عن الشغلة دي في الله ولا غير الله يا جماعة إذا تتكلم صلى الرسول لا إله إلا الله يا جماعة قالوا في محلات ولا حاجة مش قال لك نثبتها تكلم يا شيخ. جزاك الله خير جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير. فيا اخواننا انا كلامي مما بديت تكلمت عن شرح وتفسير لقصة وآيات، ما أسأت لأحد وانتوا تشهدوا. هل أنا أسأت لذول؟ هل أنا عيرت ذول معين؟ أبدا، إنما تكلمت عن أدلة من الكتاب والسنة وأدلة. لو الآيات اللي قلتها أنا ما في القرآن وروني، لو الأحاديث اللي جبتها ما في السنة وروني، لكن ما دام ذكرت آيات من القرآن وأحاديث من السنة إذا ما في عيب في الكلام، أبدا ما في عيب جدا إن شاء الله جدا. طيب فآدم عليه السلام إبليس قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ربنا في الآية البعدية قال فأكلا منها، آدم عليه السلام أكل. وزي ما أنا ذكرت لك لو كان آدم عليه السلام يعلم الغيب لعلم أن هذه الشجرة هي الشجرة التي نهاه الله عنها، وهي ما شجرة الخلد أبداً، دي ما شجرة الخلد، إنما دي التسمية بتاعت إبليس سماها بشجرة الخلد. وهذا مما يفيد يا أخواننا ومما يدل على إن آدم عليه السلام لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى. عشان كده ربنا قال في سورة الجن قال عالم الغيب، عالم الغيب ده منه؟ ده الله عالم الغيب فلا يظهر، يظهر معناه شنو؟ أي فلا يخبر أو يعلم، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. إذن الرسل ربنا بعلمون، هل بعلمون كل الغيب ولا شيء من الغيب؟ يلا انتبهوا لي دي، لأنه في ناس بتخيلوا أنه الرسل ده الله علمنا الغيب كله، لا ما كله ما كله، إنما علمهم شيئا من علوم الغيب مهم للرسالة، لأنه الرسول بيجي بيوعد قومه باللي يوافقوا ويؤمن به بالجنة صح، واللي بيكذب والما بيؤمن بيوعدوا بشنو؟ بالنار صح. طيب لو ما ربنا علم الرسول إنه في جنة، الجنة غيب ولا ما غيب؟ غيب. في نار، الجنة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، ده من علم الغيب ولا من علم الغيب؟ ده من علم الغيب. النار وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، ده مش من علم الغيب؟ إذن دي من علوم الغيب وغيرها أشياء تاني ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها للرسل عشان تتم بها الرسالة. أما الانفراد بالغيب ده إلا الله أبدا. في تفسير سورة لقمان الآية الأخيرة، آخر آية في السورة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية. في تفسير السورة دي في أسباب النزول قالوا جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. السؤال واضح؟ قال له أنا ولدوني بتين عارف كده يا رسول الله ورينا أنا بموت بتين. إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان شنو؟ قال له غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. أها رأيك شنو؟
سألوا ثاني سؤال، قال إن امرأتي حبلى، حبلى معناه شو؟ حامل، فأخبرني متى تلد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الجواب غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. سألوا سؤال ثالث، قال أخبرني متى ينزل المطر، قال غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. جاد جارية بتمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، مديح النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الطيب الكلام الحسن من غير موسيقى، ما في أي حاجة، ما في أي مشكلة. جاد جارية بتمدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت وفينا نبي، قصيدة طويلة، وفينا نبي وفينا نبي، إلى أن قالت وفينا نبي يعلم ما في غد. شفت البيت ده لما قالته؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أيوة قولي طوالي واصلي؟ لا، قال لا لا تقولي هذا، ده ما تقولي، قال لا فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. عشان كده يا إخوانا الزول اللي بيقول لك الرسل بيعلموا الغيب، السيدة عائشة بنص الكلام في صحيح البخاري وفي مسلم، قالت من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كذب. يا أخواننا في أسف فوقنا إحنا من الناس اللي قاعدين دل، ولا في الدنيا كلها في ذول أعلم من السيدة عائشة رضي الله عنها؟ الصمف في ذول أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة؟ مف. إذا كان يا أخواننا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولياء والمرسلين ما بيعلم الغيب، يجي الليلة زول من نحن دل يقول لك فلان ولي الصالح بيعلم الغيب، لا بيعلم غيب ولا أي حاجة، الغيب ده حق الله. ربنا قال قل، الآية 56 سورة النمل 56، قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عليك الآية دي تاني في نقاش بعد الآية دي، من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما في ذل بيعلم. دي القصة الأولى كده انتهينا منها. القصة الثانية قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ الكتب اللي حكت السيرة كلها، أنا إن شاء الله بديك فرصة السؤال ما في إشكال، بس أحكي القصص الصغيرونة دي. سؤالك ده كفاية الأول، قضيت من هذا الحذرين نرد لك فيه. طيب فضل فضل طيب فضل. بس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ولكن يا مولانا في إشكاليات حقيقة كبيرة جدا من ضمن ما ذكرنا قبل. يعني هسه من بيننا من يعتقد أن الله، أنا كررت قبل الكلام ده قبل، أن الله في السماء وفي كرسي وفي السماء السابع وعلى الماء، وارد الكلام ده كله في القرآن وارد، لكن بفهم من يفهم ويعتقد أنه ده مجسم بالمعنى الواضح. نحن قبل الشيخ ردنا رد كده على خفيف، لكن ما حكم من يعتقد التجسم أو المجسمة بمعنى الكلمة كده؟ طيب نرد على كلام أنه الأنبياء ما بيعلموا الغيب رضي الله عنهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنحن نخلي الأنبياء نشوف ما ورد في القرآن من غير الأنبياء. يا شيخنا يا مولانا، هل ما ورد في حق أهل الكهف هم أنبياء أم رسل أم هم ماذا؟ ربنا قال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والناس كلها بتعلم أهل الكهف يا جماعة، كلام ضواط ماذا يقول ما عارفوا ده الله أعلم، قصة طويلة ما في مجال لها، لكن نحن نذكر شنو القوة منها ودائرين الرد عليها. هل أهل الكهف هم أنبياء أم رسل أم ماذا هم؟ ربنا وصفهم بأنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حتى الكلم اللي رافقهم يا جماعة، يعني حتى رفقة الأخيار والمصطفين أو الناس الصالحين من أي أمة هم محبوبين يا جماعة. الكلم ربنا أكرمه عشان شنو؟ كلب يدخل الجنة يا جماعة من الحيوانات، عشان رافق الناس الطيبين الموحدين ديل. طيب الرجل خرق السفينة ده مقفول؟
ما هو قال لي ده مكفول. الرجل الخرق السفينة يا جماعة هل هو نبي؟ الخضر نبي؟ رجل صالح ولا نبي؟ نتفق يا جماعة العارفون منهم ولا أنا نبي ولا رجل صالح يا شيخ؟ طيب خرق السفينة لأنه وضع علته، والقصة مشهورة بالنسبة لكم، والبنى الجدار وكان تحته كنز له ماء. يا جماعة نحن حاجة تاني باليومات اتفقنا مع أخواننا ديل سلفيين وهابية متشددين داعشيين غيامة وقرآنيين دين شيعة ما معروف ذات الدين ده على وين؟ كلامنا بالقرآن والسنة بس ما عندنا أي طريقة، ما زال يقول لنا كلام عام ما بينفع معنا. طيب هل الرجل اللي بنى الجدار ده هو شنو يا جماعة؟ بنى الجدار ليه؟ لأنه قال وكان تحته كنز لهما، ده كلام ربنا يا شيخ. والتفاسير يعني احنا ما علماء لكن بنسمع ساكت، نحن ناس ضفاري بس بنسمع سمع وبنحفظ، مخ ما عندنا، ما قرينا جامعات طبعا، ما مثقفين ولا عملنا دكتوراه حضرناها في اللغة العربية، لكن الفية ابن مالك ذات طلعنا عليها ساي بس بالضفاري. فعايزين ردود للكلام ده كله، هل هم أنبياء أم رسل؟ الناس اللي عملوا العمائل الخارقة دي كلها. طيب وربنا قال إلا الله والراسخون في العلم، كلامنا ده كله بيتكلم في القرآن وفي السنة المحمدية المطهرة وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يا جماعة ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يعني حتى نحن بنفسر الحديث زي ما دايرين بنعتبر الحديث ده كلام ساكت، واحد يقول لك ده ضعيف، واحد يقول لك ده سمين، واحد يقول لك ده موضوع، واحد يقول لك ده محذوف. والجدل كتر والديانات كترت والآلهة كترت فتشابه علينا الأمر. يعني يجب نحن ذول قلنا في المنصة زي ما تكلمنا، نحن حتى العاديين سيتفقنا أنه ذول يتكلم معي نصوص ما يتكلم لنا العاديين، خلي العلماء، العلماء ذول من باب أولى ما يقول لنا ولا كلمة، لأنه نحن بالضفاري زي حافظين كلام كثير. أنا عمري 60 سنة عديتها بسمع، بس ما عندي كتاب ولا بعرف أقرأ، بسمع ساي بس بسجل، الله اداني مذكرة اسمها شنو الذاكرة الصغيرة دي، مش جيجا، 1000 جيجا. طيب السؤال منه خلانا نكمل الشيخ ده هو ده تسعة اللي واحدة ثانية ده أقول لك كمل. طيب ها يا أخي مساحة الذاكرة كلها يا لا 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 عندي واحدة إلا أقولها يا أخي كده نذكرها ما دار أرجع تاني لأنه الوقت طال وجانا دي أخرون وبكرة يا جماعة في محاضرات إن شاء الله نحدد الزمن. ذكرت حاجة كويسة، نحدد الزمن لمحاضرة الإعلام ضعيفة يا جماعة والناس شوية ما كفاية الناس ما عارفين، نجمع حشد كبير وأي زول عنده دين يجي يقولوا لنا، لكن ما دارين مقاطعة لا دارين شكل لا دارين نبذ ولا دارين كلام فاضي. الدين ده دين سمح، دين محبة وتوادد وتراحم وتكافل. ما تشدد ده ما حقنا، المتشددون ديك بتاع علي جمعة الدار يمشي يقرأ كتاب اسمه المتشددون اللي قراوه على كيف. طيب يا جماعة الباقي راح كده يورينا ده الشيخ بذكره إن شاء الله بذكره. لا أنا ما بروح وقاعد لكن اتخزن ورا من كتب كثير، الذاكرة فيها حاجات كثيرة بكون اتخزنت ورا شوية. وجزاك الله خير إن شاء الله تذكر. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله اخواننا بيروق وبهداوه بنصل للحق، فالنقاش لما يكون رايق الناس بيعرفوا الحقيقه. طيب عمنا جزاه الله خير رجع تاني للنقطه بتاعت امنتم من في السماء، قال في ناس بيقولوا على العرش والكرسي وفي السماء، وقال نحن دارين التفسير بتاع الكلام ده، يعني قال في القران قاعد لكن دارين تفسير الكلام ده. طيب يا اخواننا قبل شيخ شهاب جزاه الله خير جاب الأدلة وعمنا عارفة موجودة، الرحمن على العرش استوى وغيره من الأدلة. التفسير أنا أذكر لك تفسير العلماء المعتبرين اللي ما في واحد مننا حيقدر يقول ده المعلم، الإمام مالك تفسيره للكلام ده. إمام مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، ده نص صحيح عن الإمام مالك، نقلوا عنه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة واللالكائي وغير من العلماء ابن عبد البر.
طيب ما معنى كلمة في السماء؟ معناها في العلو. إذن ما شاء الله كده عمنا اتفق معانا المسألة دي اتحسمت. في السماء معناها شنو؟ في العلو، العلو المطلق، الله سبحانه وتعالى في العلو. ما معنى في السماء؟ في بمعنى الظرفية يا أخوانا، ده غلط. يعني في داخل، يعني ده غلط، ما معناه كده. ولا معناه السماء تحيط بالمولى عز وجل أبدا. واللي بيقول كده ده كافر. إذا قال زول قال ربنا داخل السماء والسماء تحيط بالمولى، هذا كافر كفر أكبر، خارج من الملة. طيب المعنى الصحيح شنو؟ نقول في العلو، في السماء أي في العلو. طيب هل نكيف الله بكيفية معينة؟ لو كيفت بأي كيفية، أي كيفية خطيتها في ذهنك ولا بشكل معين، ده كفر، لأنه ربنا قال ليس كمثله شيء. كده إذن عمنا جزاه الله خير اتفق معانا، ونمشي للنقطة البعدية. طيب قال أصحاب الكهف، إنه أصحاب الكهف ده شنوهم؟ أنبياء ولا ما أنبياء؟ وجاب الكلام كان تحته الآية، كان تحته كنز لهما. قال من أين علم هذا العلم الرجل اللي قال الكلام ده؟ طيب هذا الرجل هو الخضر، والخضر أولا هو نبي من الأنبياء، نبي عديل. الدليل شنو انه نبي؟ في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حكى القصة كلها على لسان الخضر قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما فعلته عن أمري معناه شنو؟ نرجع للسنة. عمنا جزاه الله خير قال دنيا الكلام بشنو؟ من الكتاب أو السنة؟ نرجع للسنة في صحيح مسلم، وده من أصح الكتب بعد البخاري طوالي بعد القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا القصة بتاعت الخضر مع موسى كلها. الخضر قال لموسى عليه السلام، الخضر نبي وموسى نبي عليهما السلام، الخضر قال لموسى أنا على علم من الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله علمكه لا أعلمه أنا. إذن العلم بتاع الخضر جابه من وين؟ علمه لو منه؟ الله سبحانه وتعالى. ما دام علمه لو الله، إذن هو نبي. ربنا سبحانه وتعالى قال فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، خد بالك، وعلمناه من لدنا علما. إذن العلم الخضر منه؟ علم ربنا تبارك وتعالى. إذن الخضر نبي ولا ما نبي؟ الخضر نبي. كلمة لدنا برضو فيها تنبيه. في ناس بيقول لك من لدنا علما، إذن في حاجة اسمها علم لدني. لا لا لا، لدنا دي ده ظرف معناها من عندنا. أجيب لك آية تانية. ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. هل في له لدني؟ ما في ناس بيقول لك في علم لدني، في له لدني. لدنا أي من عندنا، كويس. فالعلم اللي ربنا علمه للخضر ده علم بتاع نبوة، والخضر نبي من الأنبياء على علم ما عند موسى. طيب يا أخوانا لسه في زيادة كلام، هل ممكن في أمة محمد يكون في ذول زي الخضر مع موسى؟ يعني يكون عنده علم النبي ما عنده؟ دمف يعلم ربنا. ليه؟ لأنه العلم ما علم أمتنا نحن دي ما بيجي إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين في حاجات الناس ما عارفينها، هل موسى عليه السلام أكان مرسل للخضر؟ هل الخضر من قوم موسى؟ ما من قوم موسى. أهرأك شنو؟ شان الزول بيجي بيقول لك
بيقول لك الخضر عنده علم موسى ما عنده. يا ناس الخضر ما من قوم موسى ولا موسى مرسل للخضر ابدا، لانه زمان ما زي رساله محمد صلى الله عليه وسلم. رساله النبي صلى الله عليه وسلم مش عامه للناس كلهم. الرسالات زمان ما كانت كده، كان انه الرسول بيرسلوا لقوم معينين. موسى عليه السلام كان مرسل لمنه؟ لبني اسرائيل. والخضر ما من قوم موسى ذاته ولا منهم، ولا واجب عليه يكون تبع لموسى زي ما نحن واجب علينا نكون تبع لمنه؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. لو فهمت النقطة دي بتفهم انه اي ذول بيبني على قصة الخضر ما عنده اي دليل، اي دليل ما عنده. طيب قام جاب له آية، الشيخ جزاه الله خير جاب له آية في النص مهم خدتها كده من غير ما يبني على حاجة. قال إلا الله والراسخون في العلم، عشان كلام الجبير أنا ما قلتها الله وحده البيع على الغيب وكده، كأنه برد عليه بالآية دي إلا الله والراسخون في العلم. الآية تتكلم عن شنو؟ دي الآية 7 من سورة آل عمران وما عندها علاقة بعلم الغيب. هسه أفتح المصحف 7 سورة آل عمران. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم، يلا خلوا بالكم، وما يعلم شنو تأويله. ما قال وما يعلم الغيب، ما بتتكلم عن علم الغيب، وما يعلم التأويل غيب، التأويل علم، تفسير التأويل ها؟ وما يعلم تأويله إلا الله. العلماء قالوا في الآية وقف لازم، أفتح المصحف تلقى مين مكتوبة فوق، جايك له جزاك الله خير إن شاء الله أوضح هسه، تلقى في مين مكتوبة فوق، في وقف لازم هنا، وقف لازم ها؟ وما يعلم تأويله إلا الله. تسكت سكت هنا، بعدك تقرأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كده فهمت معنى الآية؟ وما يعلم تأويله إلا الله. تقيف. والراسخون في العلم مش بيعلموا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ده معنى الآية. معنى آخر ذكروا العلماء، والراسخون في العلم معطوفة، والراسخون في العلم يعني الراسخون في العلم بيعلموا التأويل. وهل علم التأويل من علم الغيب؟ التأويل معناه شنو؟ معناه التفسير. أرجع السي شيخ شهاب إنه جايب الطبري معاه، أي آية في تفسير الطبري يقول لك والقول في تأويل هذه الآية. التأويل معناه شنو؟ معناه التفسير، فهمت؟ أو قالوا معناه ما يؤول إليه الكلام، أو معناه صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة تدل عليه، فهمت؟ ده معنى التأويل، ما عنده علاقة مع علم الغيب. تأويل ده تفسير استنباط، فهمت؟ ده اللي بيدخل في معنى التأويل. أما اللي أنت قلته ده ما عنده علاقة، ما عنده علاقة أبدا. أيوة ثلاثة أسئلة، السؤال الأول عن الحديث القدسي، والسؤال الثاني عن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الآية تقول في الكهف آيات القرآن إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فلن تجعل بيننا وبينهم. أيوه سدى سدى بمعنى أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما وقال موصولا من نومه وقال إنا متحرمة يأجوج ومأجوج وحدث بأصبعهما من السباب وغيرها. والحديث القدسي يقول عبدي يتقرب به من نومك وصاره الذي يصر به ويدعو الذي يرد بها ويدعو الذي يمشي عليها. جزاك الله خير جزاك الله خير. طيب بالنسبة للإجابة على الأسئلة، السؤال الأول
الحديث القدسي. يا أخوانا الحديث القدسي هو ما كان معناه من عند الله تبارك وتعالى، ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث النبوي يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام بيكون راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك من فعل كذا، إنما الأعمال بالنيات، البيعان بالخيار، الكلام فيه يسند للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن يسند إلى الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم، يعني الخطاب بيجيك من الله، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فهمتوا؟ إذن الفرق بين الحديث القدسي والنبوي إنه إسناد الكلام بكل منه لله عز وجل، وفي الحديث النبوي بيكون الإسناد لمنه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال الثاني، يأجوج ومأجوج دي أخواننا من علامات الساعة، ويأجوج ومأجوج هم قوم كثيرون جدا، الناس دي الكتار كترة بدرجة ما عادية، حتى يقال يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار، قال ويقول وما بعث النار يا رب، يقول من كل 1999، فخاف الناس فقال من يأجوج ومأجوج غالب العدد ده 999 أو كذا، ما أضبط النص بالضبط، لكن أغلب من يأجوج ومأجوج ديل بيظهروا في آخر الزمان، ينزلوا على الأرض يأكلوا ما فيها من طعام، أي بيت يلقوا فاتح بيخشوا، طوال يخشوا بيأكلوا أي شيء جوا، يخشوا على البحر يشربوا ميته كله، بحيرة كاملة يشربوا قالوا لك فاضية. فعيسى بن مريم يكون موجود الوقت ذاك، فيهرع المؤمنون يفر منهم إلى جبل الطور، فينزل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا فتقتلهم ينزل الله تبارك وتعالى عليهم الموت، وبعد ذاك تأتي الطير فتنقي الأرض منهم. المهم قصة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، يعني حلق بين إصبعينه كده، قال اتفتح من ردم يأجوج ومأجوج، ومعنى الكلام ده شنو؟ إنه اقتربت الساعة، ده معناه اقتربت الساعة، وهو علامة من علامات. ما ردت على سؤالك. أنت الحديث القدسي رد لي على الحديث القدسي. طيب اللي هو يعني شنو؟ أنت دار شنو بالضبط سؤالك؟ ما فهمت أنا. بس داير هل علم الله يعلم الإنسان؟ أم لا يعلم الإنسان؟ الإنسان يحتيه أم لا يحتيه؟ بس أنا دار حديث. طيب السؤال فيه إضافة. العبادات بس بالعبادات ما في حاجة، ما في إنسان بيطيعه ربنا ساكن بحياة ثانية. هل بالعبادة الإنسان يحصل؟ بس سؤال ما في. تمام. يلا لسه ما في سؤالك ما جيت أنا الأخير ده. قال في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. ففي بعض الناس بيقولوا إنه معنى الحديث كنت سمعه أي الزول اللي بيعبد الله ويبقى ذو الصالح، بيبقى الله سمع الولي والله بصر الولي والله يد الولي، والكلام ده غلط، ده ما معنى الحديث. ليه؟ لأنه نهاية الحديث قال ولئن سألني لأعطينه، فأثبت في الحديث ذاته سائل ومسؤول. ولو كان معنى الحديث إنه الولي بيبقى الله بيبقى سمع الولي وبصر الولي، طيب ما حيكون في سائل ومسؤول، كيف لئن سألني لأعطينه؟ إذا بيبقى الولي شنو؟ هو الله، أو بيبقى يفعل فعل الله سبحانه وتعالى؟ لا أبدا، ما دام في سائل ومسؤول ده يدل على إنه ده عبد وضعيف. طيب معناه شنو كنت سمعه وكنت بصره. ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري رد على الكلام ده ووضحه، قال معناه كنت سمعه أي لا يسمع الولي إلا ما يرضي الله عز وجل، وكنت بصره أي لا يبصر الولي إلا ما يرضي الله عز وجل، وهكذا في بقية المسائل. وجاءت رواية تانية في الطبراني
قال فبي يسمع وبي يبصر، أي بالاستعانة بالله يسمع وبالاستعانة بالله يبصر وهكذا. طيب أرجع تاني لكلام عمنا قبيل، قال جبت لنا حديث وقسمتوه ضعيف، قالوا سمين ومحذوف، جزاك الله خير، ضعيف وسمين ومحذوف. أنا ده أختم كلامي يا أخوان، كويس يا أخوانا، ما نحن اللي بنقسم الحديث لسمين وضعيف، هوي أصلا ما موضوعنا نحن، نحن ناس بالنسبة للعلماء أجهل ما نكون، ونحن تبع لعلماء الأمة، تبع لعلماء الأمة في مسألة التصحيح والتضعيف. العلماء يا أخواننا رجعنا لا جاهزة، ما الليلة أنا بجي بعين الحديث كده ما يعجبني أقول لهم ضعيف ضعيف ضعيف، عين لذلك هذا سمح سمح صحيح صحيح، إنت قال كده المسألة دي محصومة، أحاديث صحيحة أحاديث ضعيفة، بس بعد ذلك قد يتقاصر علم الإنسان في مسألة البحث والتنقيب عن الأحاديث، لكن دي مسألة محسومة لأنه دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي محفوظة يا أخواننا، ممكن زول يجي يشتغل فيها بمزاجه ويس. وما معناها إنت لما تجيب لي حديث ضعيفة أنا أخليك كده، تجيب حديث ضعيف الليلة حديث ضعيف بكرة أنا أجي أخليك ضعيف، معناها شنو إنتوا قالين؟ معنى النبي ما قالوا، ده معنى الحديث الضعيف، ما قالوا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أخيرا نختم بالقصة اللي أنا قلتها قبيل اللي وعدتكم بها، ما بتجاوزها 3 دقائق إن شاء الله أو أقل. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى الرفيق الأعلى، أبو بكر الصديق كان ما موجود، كان مع زوجته الثانية بنت خارجة أو بنت خارجة، لما رجع لقى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى يعني مغطى كويس، وعمر الخطاب شايل السيف، قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب كما ذهب موسى ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي أقوام وأرجلهم كويس. أبو بكر الصديق داخل عليه، يلا نتفهم على النقطة دي، والقصة دي لا يكاد أولادنا الصغار يجهلوا بها، أي زول يحفظها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، كشف وجهه وقبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غطاه وخرج على الناس، لقى عمر يتكلم قال اجلس، حمد الله وأثنى عليه قال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. جبير عمنا جزاه الله خير قال منقول انتقل، صحيح ممكن نقول انتقل لكن مات ما خطأ، لأنه ده كلام منه، أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، ما في إساءة، في ناس بتخيلوا كأنه دي إساءة وإهانة، لا ربنا قال إنك سورة الزمر، سورة الزمر آخر الجزء، أسه أفتح سورة الزمر على يدك اليمين تحت آخر آية تحت، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، انتهى هنا الجزء، فمن أظلم من كذب على الله، بداية الجزء الجديد. ربنا قال في القرآن ما إساءة ما إهانة، ما في تعبير صحيح. أبو بكر الصديق قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. يلا انتبهوا في زيادة في الرواية مهمة، في رواية تانية جاب البخاري في التاريخ قال أبو بكر الصديق ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت، وده فيه دليل قوي شنو عن الكلام اللي قلنا قبل، إن الله سبحانه وتعالى في السماء. إذن يا أخواننا مسائلنا دي تكون اتحسمت عندنا بالنصوص من الكتاب والسنة، بالنصوص من الكتاب والسنة. وعمنا إن شاء الله لو عنده إضافة يضيفة ونعلق عليه إن شاء الله. جزاك الله خير، نحن ما عايزين نطيل يا جماعة، والله الكلام طيب وسمح وما شاء الله تبارك الله، فأنا يعني برجو من الشيوخ أنه يخاطب عقول. أنت أسأل ما أنت أقول لك أي كلام قلت ده كله أنا عندي فيه تعليق، لكن ما في مجال للكلام، فالناس يستعدوا، أنت أجهز ودبر الأسانيد الأقوى وفالأقوى يعني حتى نحن نجيب على الحقيقة. وأنا أنصحك يعني أنا ستك الأسئلة الحقيقية ما جاوبتها لي بالإجابة الدائرة، أنا أول بفهمها، أنا ما بفهم كلام ما فهمته،
وجزاك الله خير. وعايز أزيد حاجة صغيرة اللي قبلنا نسيتها، أنه ربنا سبحانه وتعالى ابن عباس قال أنا من أولئك الغليل في رد على الآية. وهل القرآن ده يعني أي ذول بيفسره ولا ربنا سبحانه وتعالى بلهم التفسير؟ بعدين متفق معاك، أنت ما تشوف كلامي الدارجة ده، أنا متفق معاك، النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء أجمعين رضي الله عنهم هم بيقوا أنبياء من وين؟ من عندهم يا جماعة ولا من عند الله؟ ده شيء متفق عليه ثاني ما تكرروا لي، لا أنت لا غيرك. أي بشر ربنا سبحانه وتعالى خلقه بمشيئة الله وأرسله بمشيئة الله، جعلوا عبد صالح بمشيئة الله، ألهم وإلهام، ده كله من عند الله، ما في دول حاجة من عنده، دي ما تكرروا تاني لنا عشان ما نبقى جدل بيزنطي نلف حول حلقات مفرغة. فهل ابن عباس قال أنا من أولئك الغليل؟ هل غليل ابن عباس ذا أي زول بيجي براه؟ بعدين أنت في أول المحاضرة ذكرت أنه الشيخ وما الشيخ، هل أنت لم تأخذ علمك من الشيخ مثلا؟ أنا اطلعت على شيوخ كتار، اطلعت على شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه، وقريت الألباني. هسه الآن عندنا كتاب بنقرأ فيه بنناقش فيه محمد ناصر الدين الألباني، يا جماعة من الطلاب بنقرأ كل الكتب والله، والشيء اللي بيشكل عليه مرجع العلماء الصغات يورونا الحاصل، التلفونات بالواتساب بالتانجو ببلاوي كثيرة جابوها كده، ربنا سخر لنا الجرجر كده بالليل ده كله جرى أي حاجة تعرف. فلذلك الشيخ رتب اربط بطنك قوي وشوف أدلتك نجيضة، أقبالك هذه دي كلها ما كملت عليه نص نص. هل التأويل أو التفسير أي ذول ممكن يفسر القرآن؟ وجزاكم الله خير يا جماعة، ادعوا لنا ما داير دعاء مير في عيده، اللهم علمنا العلم وزينا بالحلم، لأنه ما الضيوف نحن أشفقنا بكم يا جماعة، رفضت بكم تعبتوا والمجال كثير، اللهم علمنا العلم يا الله وارزقنا الاتباع. تفضل. نعم. لا 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 أنا الكلب ذا القاعد معه الكافي جوا ذا. قال شنو؟ ابن عباس بيعلم القرآن كله والله اللي علم آية واحدة يا رياض، خاطب عقل، خاطب عقل يا شيخنا. أنا بتكلم معك قبل شوية قلت لك أنت احترم عقول البشر، البشر ده ما تفكرون كلهم ما بعرف حاجة. هل ابن عباس صلى الله عليه وسلم علموا التأويل كله ولا علموا آية واحدة؟ وهل الراسخون ده بس ما يرد علينا لأنه الزمن ضاع، إحنا قلنا تجهيز إن شاء الله، الكلام ده أبدأ به والمحاضرة الجاية إن شاء الله. وجزاكم الله خير يا جماعة، نازل تعبانين رافة بيو، دار اشكر الناس، انا مشكور الفاتحه يا جماعه، بعدين اشكر. لا لا ولا دقيقه ثاني، ما ولا دقيقه، كفاكم كفاكم كفاكم، اللهم علمنا العلم وزينا بالحلم، علمنا العلم يا رب وزينا بالحلم، هذا النقاش الشيخ، علمنا العلم يا رب وزينا بالحلم، وارزقنا الاتباع على المحجه البيضاء ليلها كنهارها يا رب العالمين، لا يزيغ عنها الا هالك. وجزاك الله خير. المحاضرات انا بقترح، اشكركم كلكم يا اخوان، اشكركم جزيلا، ده فرصه انت لسه اللي في بيت واحد مش سمعنا كلامك ده، نحن ساكنين في بيت واحد ان شاء الله. عمنا كلامه ده انا ما عندي مانع، اذا هو بيقبل تكون جلسه موسعه ومناقشه الكتب ادله من الكتب، وانا لان احنا جينا زياره بس ضيوف عندكم ما جينا جايين، هم الكتب دي خليها، هم الكتب دي خليها، نجيب ان شاء الله الكتب، ما هم الكتب نجيب العلماء، نحن ما علماء، نحن طلاب علم، نحن نجيب لك عالم زيك، نجيب لك عالم زيك، دخل لنا الوقت الثاني.